اخوان اخوات، السلام عليكم. دايرين؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لمدينة جيسن. غادي نمشيو لواحد المحل تجاري ديال الاتراك، واحد المحل تركي، يعني واحد المحل تجاري كيبيع الخضرة، كيبيع اللحم الحلال. فغادي نمشيو نضربوا واحد الدويره ان شاء الله، ندير واحد الصخره ومنها نوريكم الاثمنه واسمو كاين. صافي مشينا، يلا على بركه الله. وكما العاده ما تنساوش الاشتراك في القناه، لانه كما كتعرفوا الاخوان هذه القناه يعني جديده وحنا محتاجين للدعم ديالكم. فاشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم يعني كل فيديو جديد كنطلعو، وديروا جيم الفيديوهات. يلا شكرا، يلا على بركة الله. We'll be right back.
الاخوان كما كتشوفوا معنا هانتوما ها الهنديه كنظن الصوره راه باينه ها هي شتو يعني هاد الهنديه كتجي من كنظن كتجي من تركيا ها هي الهنديه كتوصل حتى لعندنا هنايا ها هي شتو عرفت يعني كيفاش دايره المذاق ديالها ولكن الثمن ديالها ها هي ها هو 2.49 غادي نديو منها واحد شويه ان شاء الله ونشوفوا كما قلت لكم حنا رحنا في هذا المحل التركي انتما يعني عنده على برا الخضره هنايا ان شاء الله غادي ندخلوا لداخل ونشوفوا عنده هنايا عاود الخضره انتما كما كتشوفوا غادي ندخلوا لداخل ان شاء الله ونشوفوا واش ممكن اذا الاخوان كما كتشوفوا معنا هنايا عندهم واحد الجانب هنايا ديال كيبيعوا فيه الحلويات وكيبيعوا فيه انتما كتشوفوا شتو انتما هذه وقيله سميتها ديك باكلافا ولا ما عرف كي سميتها هانتوما وهاد الخبز التركي الاثمنه ما نقدرش نقول لكم الاثمنه لانه ما دايرينهاش هنايا هذه بيتزا يمكن هانتوما ها هي هاد الباكلافا هادي هذا الشيء كيبان لذيذ شتو الاخوان هانتوما حتى هما عندهم الانواع ديال الحلويات هنايا هانتوما ها هي هذه وقيله 18 اورو للكيلو ها هي حتى هذه 18 اورو ها هي هذه ها هي 12 اورو هذه 20 اورو ها هي الكيلو هذا الشيء كيبان لذيذ هنايا تبارك الله هانتوما كتشوفوا هذه 25 اورو للكيلو هانتوما كاع هاد الحلويات هي حلويات تركيه وكتبان لذيذه هانتوما هذه 15 اورو للكيلو فكما قلت لكم هنايا عنده واحد الجانب ديال الحلويات ها هو ندخلوا ان شاء الله للداخل ونشوفوا واش كاين فكما قلت لكم هنايا عنده الحلويات وعنده انتما شتو الاخوان ها انتم هو هذا الخبز التركي شتو كيفاش داير رقيق ها نتوما شتو الثمن ديالو والله ما عرفت فين راه ها هو 80 سنت دابا هذه كدير 80 سنت فيها تقريبا 3 ديال الخبزات ولكن رقيقين وفي تلك حل ها هو في تلك حل فهنايا عندهم هذا الجانب هذا كامل ديال العطريه هانتوما كتشوفوا بحال دوما هذه جوزة الطيب
هي جوج اورو 39. هي جوزة الطيب مطحونة، شفتوا الاخوان عنده بزاف ديال الانواع هنايا. هو اليانسون، ها هو اليانسون، كي سميتو بالدارجة بعد اليانسون، انيس، والله الا تلفت لي سميتو. المهم النصارى راهم كيعرفوا كيفاش سميتو، يعني معذرة. يعني بحال هاد المسائل، ما اشنو هذا، اشنو هاد الشيء، هذا على هذه القرفه، ها هي هانتوما كتشوفوا. عندهم بحال هذه المسائل، هذه هانتوما عندهم الفلفله هنايا، ها هي الطفيفه ورود 99 بحال هذا، هادي يعني العطريه هنايا موجوده، ها انتم كتشوفوا هاد الصف راه مشى كامل هكا. شوفوا الفوق، شوفوا الفوق كامل مشى، كاين هاد الجهه هادي عاود، يعني الفلفله، الكمون، القرفه، سكينجبير، يعني اللي دورت عليه راه موجود هنايا، اللي دورت عليه. مثلا هاد الفلفله هادي، بابريكا، هانتوما جوج اورو 29، هاي هذه يعني ماشي هذه، ماشي هذه، لا هذاك، هذا راه الفلفل مطحون، هذاك الفلفل الاحمر مطحون. ها هو هذا القزبر مطحون، ها هو بيترزيلي، ها هي شحال الثمن ديالو، اورو 69. هذا كورياندر، هادو الحبوب ديال القصبر الاخوان، هادو يعني الحبوب ديال القصبر مطحونين، حبوب القزبرة مطحونين، جوج اورو 49. كما كتشوفوا راه عنده الانواع ديال العطريه هنايا، ها انتم كتشوفوا الفوق عنده